تالتة ثانوي، كنت واقف واقفة مع قلت أسرة معاوية عند معهد حاسب آلي يوم محاكمة الرئيس في مرسي، كان يوم الاثنين. طلع عندنا شوية بلطجية وبالطوب والإزاز، وشوية منهم كان بالسلاح الأبيض. بعد كده ضرب واحد مننا اسمه عبده داوود في جنبه، فبعد كده شلناه وديناه مستشفى الزهور. مستشفى الزهور ديت فيها جيش، فبعد واحنا داخلين بنتفتش ففتشوني وطلعوا كان معاه كاميرا، شافوا صور مظاهرات وكده، فقام حجزني وقام قال لي قام بعت قوات تيجي تاخدني. وبعد كده قوات تيجي خدتني وديتني عند ميدان التوحيد الأول، وأنا هناك عند ميدان التوحيد الظابط ندهلي عشان أنا اللي معاه كاميرا قال لي انزل. نزلني وقام جاب لي شنطة مليانة استيكر رابعة وقال لي دي بتاعتك، قلت له لا مش بتاعتي، قال لي لا أنا بقول لك إنها بتاعتك، واديها لي وحطها لي في الشنطة بتاعتي. بعد كده قال له وديهم على هناك. وبعد كده رحنا عند المحافظة، كنتوا كام واحد؟ كنا بالظبط 8 يعني، بعد ما كنت كده خدتنا كنا 8. بعد كده رحنا عند المحافظة، بالمصاب كمان كان معانا يعني، المفروض كان يتعالج أخدوه معانا. دخلنا أول ما دخلنا المحافظة بقى الضرب بدأ، والشتيمة والإهانة والكهرباء يعني أول مرة نتوقع إن الجيش يعمل معانا كده، إحنا متعودين إن الداخلية اللي تعمل كده مش الجيش. بعد كده وفضلوا يعذبونا وخلونا نعمل حركات، ننام في الأرض ونوقف، ننام وننام على ضهر ونايمونا على بطننا وإيدينا ورانا، ولنا غنوا أغنية تسلم الأيادي. وبعد كده غمولنا علينا وفضلوا موقفيننا وضربوا فينا. وبعد كده ده لنا عشان يحققوا معانا، ومضونا على ورق ابيض وقعد يسالنا انت مين اللي بينزلك وانت مين اللي بيجيبك. فبعد كده قال لنا واحد اسمه ابو كده علاء على كلامه، ادانا ورقه وفيها الارقام بتاعته، قام قال لنا لو في اي حاجه اي حد يكلمك تتصل بيه على طول، وقبل ما تنزل اي وقفه تتصل بيا وانا اقول لك تنزل ولا ما تنزلش. قلت له انا ما عادش انزل تاني. قال لي لا تنزل بس قبل ما تنزل تكلمني. قلت له طب افرض مسكت تاني، قال لو اتمسكت هتجيلي هنا وساعتها الله هطلعك. وبعد كده واحنا واقفين جنبنا